بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ويلكم من قارئ بروجرام The Recitation and تجويد بروجرام Reading from سورة الإسراء Page 289 Verse 67. And as usual, we have four options to start the reading. استعاذة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Then stop. بسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. Then stop. And then the first verse. The second option is to join all together استعاذة، بسملة and the first verse. And the third option is to join استعاذة and بسملة and stop. And then first verse. And the last one is to say استعاذة and stop and join basmala and the first verse. Let us do this time all together in one step. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه Good. طيب. فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى Take care. I hear someone, I think you did غنّة with ميم ساكنة followed by فاء. What he did, huh? Who can understand what he did? He said, he read like that. أَيُّعِيدَكُمْ فِيهِ No, little bit غُنَّة. Take care, ميم, ساكنة. After فاء, you have to differentiate between them because it comes from the same مخرج, articulation point. So you have to clear. أَيُّعِيدَكُمْ فِيهِ كُمْ فِيهِ يُعِيدَكُمْ فِيهِ Okay? أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وحملناهم ورزقناهم من الطيبات Here's ميم with ميم. As you can see now, we have two rules of ميم ساكنة. The first one, when we mention يعيدكم فيه, ميم ساكنة followed by فاء, it will be إظهار
الشفوي. You have to clear the غنّة from the ميم. And ميم ساكنة followed by ميم يسدو إدغام متماثلين صغير or similar merging small one. ميم and ميم you merge together with غنّة. So these two rules of ميم ساكنة. The إظهار الشفوي with all the letters except ميم and باء. And إدغام متماثلين in case ميم and ميم. And the third one, which is إخفاء شفوي. When you have ميم and باء, and we mentioned that before, the way that you do the إخفاء or the إخفاء شفوي and the إقلاب in the ميم ساكنة is to have a space between your lips to leave gap between you. And we will maybe, if we have one verse, I explain how to do it, inshallah. ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا خلق. طيب, what is the type of قلقلة here? Great one, small one, middle one. خلق. Small one because it is the middle of the word. خلاص, طيب. Excellent. يوم ندعو كل أناس بإمامهم. فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. وما كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وما كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. ليفتنونك, ليفتنونك عن الذي وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. Remember I read this one last time. Next page. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. حبيبي you're behind. طيب. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا. ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر
إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. طيب, look to the next verse. قل وقل. This is command verb, end with lam. لام الأمر. And if the lam al-amri or the command lam came in a verb, you look to the next letter. In case of ra and the lam, you merge it together. Yeah, means they cancel the lam. In case of any other letter, you clear you read the lam. So here I have lam followed by ra. So I will say وَقُرْ رَبْ وَقُرْ رَبْ, cancel the lam. وَقُرْ رَبْ. Okay. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. The same here, اجعل لي. لام and لام. لام الأمر. فعل الأمر هنا. So you cancel one. واجعل لي. Don't say واجعل لي. واجعل لي. Incorrect. واجعل لي. Also don't say وقر رب. No. وقر رب. Okay. You have to measure. But while the next one وقر وقل جاء الحق. Here you confirm or you affirm the lam. وقل جاء الحق وزهق الباطل. إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء طيب. When I stop on تنوين with ضمتين or كسرتين, I stop with سكون. But when I stop on تنوين فتحتين, I make it ألف. So be careful. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. When I stop on تاء مربوطة, I make it هاء. خلاص. طيب. ورحمة. ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. Normally in teaching Quran, there are two methods
of تلقين. تلقين means that you read or you teach other how to read. The first way that we did now, so the Sheikh will read and the people read behind him and he tried to pick the mistake during the recitation. It will be hard, of course, because everyone maybe hide his mistake, but some time by time we can pick the mistake. The second way we're going now to do is to let the student read and then the Sheikh will correct. And let us start this time from this side, from the next page. We are, if you're following us from Facebook, we are in page 291, verse 87. إلا رحمة من ربك. مِرْ رَبِّكْ نُون ساكنة followed with ra emerging without غنة مِرْ رَبِّكْ. Why you say إِنَّ is there alif here? So it's cut it. إِنَّ فَضْلَهُ You did a lot of this mistake today, Hamza. You make it alif many times in the حفظ. Okay. إن فضله No, I just mentioned لام and لام. You have to cancel one. كل إن اجتمعت. You know the reason? Because لام here is لام الأمر, the command verb. You have to cancel one of the لام. كل إن اجتمعت. Don't say كل إن اجتمعت. لا, say كل إن اجتمع. Okay? ولا قد طيب أمير ولا قد what is the level of قلقلة here ولا قد middle yes excellent why Because at the end of the word, the أحسنت, the قلقلة, and there is no shadda, excellent. Keep going. Hamza, what is the rule here in Yanbu'a? What is the rule in Yanbu'a? إقلاب, أحسنت. وَيْهِ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أحسنتي ما شاء الله. Next one. زخرفٍ تنوين. Clear. إذ جاء
الهدى إلا أبعث ف أبعث رسولا قل لو ملك الرسول شهيدا إنه بعباده خبيرا. طيب زبير look to the بعباده إنه under the ha there is a small wow in innahu and under the other ha is a sign like a we can call it ya. Why? What's the name of ha here? When you have ha, have a vowel on the top and preceded by a letter vowel and after it letter vowel, it has to call it ha. Ha sila, yes, excellent. طيب, يلا, who's next, يلا? Next page. وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ طيب طب general question here who can tell me why I make lam لفظ الجلالة light دال yes have كسرة so if the لفظ الجلالة of Allah the lam preceded by كسرة you have to make it the lam light وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ but if it preceded by ضمة or فتحة make it heavy like محمد رسول الله رسول الله okay على وجوههم على وجوههم مأواهم كلما خابت خو كفروا ورفاتا خلقا خلق خو يخلق
فأبى الظالمون إلا كفورا. أحسنت ما شاء الله. يلا زبير. آتيناه موسى 9 آيات يستفزهم من الأرض فأغرق. لا take care, there is not هأسرة here. Who can tell me why this not هأسرة؟ فأغرقناه ومن معه. Why this ها is not هأسرة؟ Sorry? Didn't understand what you said. So where is this, where is the letter of second here? So here ha have dhamma and the waw have fatha. So two of the condition has been fulfilled. What about the letter before? Ha sukun or fatha or kasra or dhamma? Where is the letter before ha? What is the letter before ha? Alif. And this alif al-mad. And alif al-mad is sakin. So ha al-sila to be ha al-sila, it has to be has vowel. And the letter before have vowel. And the after have vowel. But here, the letter before ha, here is alif, which is sakin. No vowel. Okay? So because that, don't say fa-agharaqnahu wa man-ma. Fa-agharaqnahu. Cut it. Fa-agharaqnahu wa man-ma. It's a very fine thing. Okay, keep going. فأغرقناه ومن معه. وقلنا أحسنت. Brother Asim from this side. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. Yes. وبالحق. وقرآنا فرقه. وقرآنا not أن you have to make غنة إخفاء. وقرآنا فرق و تنزيلا. من قبلي نق من النيد تو ثريد غنة من يس أوتوا العلم إلى ما من قبلي
يتلى يتلى إذا يتلى عليهم على يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ليت القلقلة سبحان ربنا إن وعد ربنا إن كان بس بليس في سجود تلاوة ودو سجود تلاوة إن شاء الله. Keep going. Till end, to the end. كل ادعو كل ادعو الله لا هير كل ادعو الله بفور الضمة or the letter before ضمة كل ادعو الله أو ادعو الرحمن وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. طيب الحمد لله وفينش سورة الإسراء يلا back to the previous الحمد لله حمزة back to the previous page ومن يهدي الله فهو المهتد يلا start النحل yeah, start النحل no problem start سورة النحل سورة النحل good idea and page 267 سورة النحل page 267 start حبيبي أن أنذروا keep going لم تكونوا احسنت ما شاء الله عمران
والخيل والبغال والخاء والخيل قصد السبيل لونجر جائر لهداكم شراب ويصير منه كتت ومنه شجر ليس نوت صله هنا دونت سي فيه فيه تو سيمون كتت نوت صله as well ينبت لكم لآية لقومي أحسنت عمران برذر نور وسخر لكم برذر نور ألوان طوى ألوانهم لا قتل نتحصل هير منه حلية وترى وتا نوت وطا وتا خد تكير را از هيفي بت تا از لايت وترى وترى نوت را وترى را وترى يس لا كاتت فيه ولتبتغوا Keep going. Next page. وألقى وإن تعدوا لا نؤلف يب ما تسرون وما تعلنون من دون الله أمواه و
ما شاء الله حبيبي. يلا يا حبيبي اتفضل. تكير ميم الميم وإذا قيل لهم ما. فأتى الله. طيب I have a question here. فأتى الله بنيانهم. Why we cannot say بنيانهم here? What is one of the four words? What's the name of حكم here? No. There is a name here is حكم here. إظهار مطلق. Absolute إظهار. Because you have no option to other than إظهار. You have to clear. Don't say بيانهم. Okay. طيب. Read the next page. ثم يقوم ثم يوم القيامة. ما شاء الله. My turn, last one. بسم الله الرحمن الرحيم. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين
الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. Alhamdulillah, finish. Next time we start from page 271. Don't forget. Jazakumullah khairan. See you on Tuesday, inshallah, in the principle of Sunnah, the fundamental principle of Sunnah after Isha. And after Isha on Wednesday, you have Fiqh, Umdatul Ahkam. Aqidah Tuesday. And Thursday, 40 Nawawi and addition. All that after Isha. Only Tajweed is for man. Monday. This Monday. Yeah. Next Monday. Assalamu alaikum.